آخر تطورات قضية فتاة الوشم والتي أثارت قصتها ضجة عالمية، كشفت الخبيرة في مجال إزالة الوشم ليندا باراداي عن تفاصيل صادمة استقتها من الفحص الأولي الذي أجرته على جسم الفتاة. وفي اتصال هاتفي مع الأيام 24 أوضحت الخبيرة أنها انتقلت إلى منزل الفتاة فور عودتها إلى المغرب، إلا أنها تلقت صدمة كبيرة بعدما اكتشفت أن الوشم مر عليه أكثر من 3 أشهر على أقل تقدير، كما وجدت أن وشم اليد قامت به الفتاة بنفسها وكان عميقا جدا، مما يدل على أنها لم تكن تشعر أبدا بما كانت تفعله، أي أنها كانت تحت تأثير مخدر ما عكس الوشومات الأخرى التي قام بها شخص آخر. الخبيرة ليندا صرحت أيضا أنها اكتشفت وجود ندوب تحت وشم الذراعين أحدث بآلة حادة ومر عليه أكثر من سنة على الأقل، موضحة أن الفتاة كانت تحاول إخفاءه عن طريق الوشم. وختمت الخبيرة حديثها للأيام 24 على أن القصة التي روتها خديجة كلها ملفقة وأن نواياها لم تكن حسنة، وكانت في الغالب قد رفقت أحد المتهمين أو جلهم بكامل إرادتها.